حضا صدق إيش تجوا أبو أو قصة أحسن مدرسو هنا بابا يا مسؤول كا يوروبي أمريكا مع أي رادان والدين تا كم مسؤولة والدين تا كم مسؤولة محاد عي معلمين تو وهاي هي يعني إن الدين تبران مرسوك تيان معلمين كلا كيانان لكن قرش في اللقوة دي لها والد كلا غيرهم أيوه أنا بقول كده سياش ما بحيان قولك سياشن مديبان سياد رادد وحا بضطي معلمينتي وحقلكها بدن كودي إني بس درايفر نوغين بس فولن أما تاكس درايفرز أما أي ورشدوك شغيان حتى حالكو محوية يا مارك حالكو محوية والد هنا اسوي ديو اسكو هيري ميسد المفي عن إني الهشي قرش كانت كم سوكت سو هيلي ميسيد إن ما علي الرسول يقانا أتصو سارتيد أدين جهد يددال يحقرين إيه وحيدا ها ما كنت أسمح برشاك كهر لا الموح يقانا أما الما في عن وحا صو سارا معلم في عن معلمين توحي باهيهن خرش وحيبقى هيهن ترينر السيو طابر لوفرو حيبقى هيهن ان والدك والدين بدل اقول الهاجر ايه معلم 3 سيام وطن كان وطن كي معها المهم المهي معها برشاد النوعي معها وكي قال سنتها طبيعة بدن بيربطها معلمين وحي ربان ان المهي اللي تفهم سيو وح بدن لو دحيو marka waalidkan ku horeynayaay waalidow arrintaas xoog saar way badan yihiin waalidiinta madarasooyinka qur-aanka aan lacagta u qorinin laakiin iskuulo lacagta u qora tuushina UK laga dhigta hadda London ka hadlo tuushin waxa la ilmaha la geeya after school ama weekendiga oo laga yaaba bar awar saacaddii in loogu dhufta 15 pound 20 pound mararka 25 pound saacaddii madarasooyinka qur-aanka saacad looma dhufto معلمين هو سم ساكنه حوير بس قاطر عوين وحوير ما قاطر بار بار شايل عنو كسرى لو بدي فانا ساعدي لا تنبع شيء تنبع وين الأردن يعني توش أي صار صو صار إن أي صار صو صار يبدأ كرودي أو قرش كله وبحشي اسمه كم على غير وحنا ده هي أنا مدة مقصود يحكي له وحنا هاي ويا والدين تا قران كان عايته كم بحياه ويجيران هو يري ويجيران هو يري ina hadda hore idin sheegan filaya aabe baa noo keenay laba ilmood oo teenage weliba aad buu cabanay madarasooyin wax ka sheegay inuu ku lugay madarasooyin badan wafcla waxaana isoo baxday qaladkaas uu iska lahaa mar dambe meelaha ku lugo uu sheegayo qaladka isagaa lahaa bal dhegeysa wax dhici doona ilmihii ma noo keenay laba wiilka horba ahay maasha allah fiican wakhyaara maantu kaana u dambaysay waa wacna mana yaqbanay mana yimaado المو كان عنده خلاص عاب وانا كان صار هذا اساسه دومي ما اعرف نعم صار ما اصل والله بالله ما نعلم ما نتيجه جاي بحان مركي ادو اي حال السماء يبخ الله بس نخص بعد ما عندما تون الامر خويا كان بهويا وعيناي ابو وين ابا وعمي خويا ده وعمي خويا وانا هي غلطت واحد جرى وشينا واحد تري الله هيك تعلق سقع الماء يري العشاء ما بحشا بل بس لا دورنا بس لا هذا الكفايه لما كان اللي ورا الكوت خسر واخش الله يديمك هنا ده سوى خسر انا ده سكاي صلاح ما ده سكاي لاين هاي نو برن هاي مركا والدين مو عاصر واجد هو قرش كي اللي يهدي كبر بحيانه وجيران لكن ما برنا مدرسوين كواحد وحير ميان بقول كي وصياشن يسقال بقرش وجيران كريرا هو قاعد معلم انت كنت بقرش كوايان معلم سموك بيل كيسكب حوايا بس وفولايا ورماشان ادارة تاين ما ينا كوهاي سان اما انما مسلم كان الله وطان قرش قرش ورمدرسو ينهو يسان بابي معلمين تا قوبا كبيرا باقي اخرى جوي جري الصوماليا معلم كوهلو سمين جوي عليها فريسين فريسين ما لو سمين جري قوبا كالا يحيري جري لكن فضل ملان ما قرمي بحين مجران معلمين ترى وحن ليا شغلة هي سوا شغلة أنبياء شغلة النبي ياشو أيوة النبي ياشو
درهم يا دينار حوش عاقه ما يشغيني وانا حمارين شري ويا دد بقول كيلو فلاش ويا شعيستان دين ترى وين يقع وعدد كأو شغل بان ويا دد بس بوضع تكسي نواعي وضع قران نواعي يقع مرك قال وين هتخش قيا قلنا وين الكحيا بس قران سارة من بيلك سورة سرية قران نواعي مرك سايس وده وضع وضع مثلا ده ساس ليرينين كوميونيتي عن كوهي ناي كلا بما يعني واحد بضاها إيه نبي صلى الله عليه وسلم قلت له هاي إن إلهي كوهو هنون يضغط كوهو هنون شهر هالقف باك هاي خير بضان ما كو على الله رضي الله عنه جيلة كيسك الجزل حل ياسن جيلة وفع ما حوراها ليستي سيادة رادية باربعين الله بابور تخطرتها وضعها لوقتهم وعكفي عن هل عنو أم مسلم صحيح وفعلا دانا اسكه المامنين معلمين تيسن المامن وحن ما انتنا نكرب وقدرنا واحد هاي انا صوصر حافظ ما حافظ او بحنا يس لكن واحد كبا هبرا نحوه انا صوصر انا مسلمة انا مسلمة قال لي رسول يغانا وحن ارقنا الى المحافظ وعلي رسول اقول معلمة مهمة ضاد ما احنا انها قرآن خليل بكتد ميا وانا تكد ذا شا اسكول كاللقية وحي اللغة صوصر او بعد الكاها انا خدقه لا شيء ورسو سؤال او داري هذا دي اللي كاب بقى يار ما كل شيء ما يعني انها لا صحيحه سي اسكول لدو ورك وصل صار وصل صار وهي لا صار شيء كدات بدل انا ودي بقى وح وحي بدل خير او شيء والدين تبدل كود ورك ما هيا وعارف كيف سائل مال لها مدرسان للجينين وتين ايش قالوا حافظت شوقه والله اشهد اقول عشان ما بكره طبعا هي غير ما بكره به فدح ويل بالله يكره سلعك او خيود وتري وابا وضع عربيات جي ها كبعدنا حافظت على سجايست صلاة داف وران سخنف اشهد ان ترسيوا والمصر ما بيه الله لا اله ما كنت فكرت شغلات عندي سخنف معلمين marka waalid kan nuu caas ilma laguma halayn kara ilma laguma halayn kara maalin buu wax u sheegaya wuxuuna ku leeyahay sultaan kuu sheegay ma war ilmaha mar looma sheego oo laba looma sheego oo saddex looma sheego oo shan jeer looma sheego boqol jeer baa loogu cirshaa shayga arta maana barto boqol jeer ugu cayda doon qaylina dagaalamay oo xanaaqsanayn ah ilmaha yurub jooga kuma sii jiraan kuwa maskaxdood kuwa naqaanay ma marka macalimiintu xoog ha saaraan intay qur-aanka kadi xoog saar lahayn diintu xoog saar ilaahay bar rasuulkiisa bar salaad maxay tahay bar waalid xaq xaq waalidka bar muslim xaal maha bar buugaag baa jirta la diyaariyo loo yaqaano islamic studies oo step by step soconaya oo wixii kugu nadaamsan yihiin oo inaad xataa kaliya fakirto aad wax soo kacakacaso kaaga sahlan kuwaas raadsada qofki rabaa hela soo xiriro waa badan baan hayaa oo free ah free online baan kuu diraa insha allahu tacaala waalidi iyo macalin baa inaa 12 buug weeyaan in badanna dadoona waa u dira way haystaan kuwa kalena waa u dira doonaa insha allahu tacaala waalidiintahay luqadda yaqaana waxa dhahnaa ilmaha u akhrista waa siina kuwa aqoona waxa dhahnaa nagusu xiranaa akhrayn nagusu xiranaa u akhrayne marka macalimiinta buugta ah haysid kaliya haysaan waalidka u dhibaatada luqadda ma taqaanaha ilmaha u akhri saan aqoona adu ka caawi haddaan saas la yeelinin oo aan gacmaha la isqabsanin meeshaan in makala laamayo waalid iyo macalin lama rabaa inaan dhaho boqolkiiba sagaashan ilma xaafida soo saari mayne aan ilma muslimiina soo saarno ilma qur-aanka xifdisan ee soo saarta ilma sahlan waa shibh mustaxiil wax aan suwargaba ahayn bay u badantay laakiin maxaan ku dadaali karnaa inaan soo saarno ilma muslimiina oo alle rasuul yaqaan oo diinta la jeclaysiiyo oo qur-aanka aan lagu dhibinin waana midda maanta loogu baahi badan yahay loogu baahi badan yahay haddaa ilma alle rasuul yaqaaneeshi inaa qur-aanka barta ay dhib weyn noo maraysa waa wax sahlan laakiin aduu diinti gees ka taagan yahay ha bartaabanadu waxay dhahay waxa dhahay faaqdu shay la yacdi aduu diin diin ma fara ku haynin muxuu qur-aanka ku xifdiyaa